مساء الخير على كل المشاهدين. النهاردة هقول لكم طريقة عمل فيليه السمك في الفرن. هقول لكم على المقادير. هنجيب ليمونتين، وهنجيب 4 فصوص ثوم، وثلاث بصلات وبهارات سمك، ومعلقة كاري، ومعلقة بابريكا، ونص كوب شبت مفروم، وثلاث ثمرات فلفل ألوان هنقطعهم شرايح، وواحد ثمرة فلفل أخضر، وملح وفلفل اسود. تعالوا بقى اقول لكم على الطريقه. الطريقه حلوه قوي قوي وهتعجبكم قوي، وطعم مذهل ومذاق بصراحه مميز جدا. ولو عملتيه مش هتبطلي تعمليه على طول يعني. وهنجيب بعد كده ايه السمك بقى، الفيليه دون هنغسله حلو تحت الميه بالميه والخل عشان الزفاره تروح منه. وبعد كده بقى هنجيب طبق عويط، ونحط الليمون والثوم والثوم المهروس والبصل والبهارات السمك. بهارات السمك على فكرة حلوة قوي قوي لتتبيلة السمك عامة، يعني كنت هتعمليه مقلي هتعمليه صينية، بهارات السمك حلوة قوي لو جربتيها هتعجبك. وهنحط البصل والبهارات السمك والكاري والبابريكا والملح والفلفل وجوز الطيب. جوز الطيب حلوة انها بتدي طعم حلو قوي ومذاق حلو للأكلة بصراحة. هنقلب كل التتبيلة دي كلها مع بعضها، وهنجيب السمك وننزلها في التتبيلة ونقلبهم حلو، ونسيبهم ساعتين. هنحطها في ساعتين، نسيبهم في التلاجة او برا التلاجة، هو كل حال الجو حلو يعني مش ممكن تسيبيه برا التلاجة. بعد كده بعد ما تتبل ساعتين عشان تبقى طبعا السمك خد شرب من التتبيلة بتاعته، هنجيب الصينية وهندهنها بالزيت، ونحط ترانشات الفلفل الألوان والفلفل الأخضر والبقدونس، ونقلبهم حلو قوي، وننزلهم مع السمك، نزل السمك عليهم ونقلبهم. وبعد كده هنحط الصينية في الفرن، يعني تقعد معاكي، هو السمك بيستوي بسرعة ممكن تقعد معاكي مثلا 1/3 ساعة كده لحد ما تلاقيها كده ايه استوت وايه وشها احمر. والف هنا وشفا، وما تنسونش في اللايك واشتراك القناة. مع تحياتي روكا.